إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي محمد رمز من رموز الوطنية الكبار، ورجل من أوفى الناس لهذه المبادئ والتي شبع عليها وتمسك بها وظل وفيا إلى آخر لحظة في عمره. ونحمد الله أنه كان من نعم الله عليه أنه يتمتع بذاكرة جميلة سليمة إلى آخر لحظة في حياته، وأيضا كما شاء الله أن يمتعه بأخلاقه الحميدة المتوفرة في كل المبادئ السامية التي كان يعيش بها. أيضا كان من هذه النعم هذه الذاكرة التي ظلت كذلك تلازمه ويحتفظ بها ويعتز بها بحيث إلى آخر لحظة، وهو يذكر حتى كنا في آخر أيامه نذكر حتى بعض الأشياء القديمة جدا ولا زال يحفظها عن ظهر قلب كألفية ابن مالك يعني. وحين وذكر الله دائما الحمد لله ما زال يحتفظ بما قرأه وما درسه وما هذا. وثانيا رجل وفي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى إلى توابت هذا الوطن، ولا يرى الخير إلا في وحدة هذا الوطن، ولا يرى الخير إلا في التمسك بالتوابت وفي مقدمتها التمسك بالعرش. وهذه هي أخلاقه، وهذه هي ورهو في دار الحق، وهذا هي الأشياء التي كان يوصي بها أن على المغرب أن يتمسك بها.